الآن حتى الآن العلم الحديث لا يعترف بموضوع علم الغيب. نقول نحن كعلم حديث، نعم. العلم الحديث قائم على التجربة، نعم. والعلم الحديث ينكر شيء مهم جدا وهو الروح، ينكر الروح. بما أنه أنكر الروح معنى ذلك لن يصل إلى تأويل الأحلام والرؤى، لأن هذه الأحلام والرؤى تقع ضمن علم، حسب اجتهادي طبعا الشخصي، علم الغيب وعلم الروح. نعم. وبالتالي فإن يعني يمكن أن أعطيك تشبيه لعلم الأحلام، كيف يقع الحلم بغض النظر أنه وقع في الماضي أو في المستقبل. جميل. كيف لإنسان أن يرى شيء معين مثلا ثم يقع بعد مثلا 40 سنة، مثل حلم سيدنا يوسف، وأنت ما شاء الله اللهم يعني صل على فسرت سيدنا. ما شاء الله عليك يا هذه دكتور، الرؤى علمنا في علمنا 400 الجليل حلقة يعني ما شاء ما الله. شاء الله. عزك. فدعني أحلل، وهذا اجتهاد شخصي على فكرة، أنا أول مرة أتكلم به يعني، لا علم لم لم الرعب. بالضبط. نعم. فأنا إذا أردت أن أتحدث بشكل علمي ومنطقي سأقول ما يلي: سيدنا يوسف عندما رأى حدثا سوف يتحقق بعد 40 عاما مثلا، طبعا هناك خلاف يعني في المدة، ولكن لنقل بعد سنوات، ما الذي حدث؟ طيب كيف رأى هذا الشيء، رأى الكواكب ورأى هذه الرموز لشيء سوف يتحقق؟ هذا واحد. الشيء الثاني، الملك أيضا رأى رؤيا مدتها 15 سنة، 7 + 7 + 1، نعم. تمام؟ ما الذي يحدث في الدماغ وما الذي يحدث علميا؟ هناك شيء اسمه الروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وكلمة الروح في القرآن تأتي دائما بمعنى الأمر الإلهي، يعني مثلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب ما علاقة الروح بالأحلام؟ الروح أنا سميتها ذات مرة هي نظام تشغيل عالمي للبشر والأحياء، نظام تشغيل عالمي. يعني أنا مثلا عندما أقول إن الله نفخ في سيدنا آدم من روحه، فهذا يعني أن علم الله موجود في هذه الروح، وأمر الله موجود، وهي التي تشغل خلايا الجسم والقلب والدماغ، وهذه التكنولوجيا المتطورة والهائلة في الإنسان، دماغه فيه 100 مليار خلية دماغ، كيف تشتغل كلها؟ يعني هذه أسئلة العلماء الآن عاجزون عنها تماما، ولكن القرآن أعطانا مفاتيح. فنحن إذا اقتنعنا أن هناك شيء اسمه الروح، هذه الروح هي نظام التشغيل، فيها كل المعادلات الرقمية وفيها الأحداث التي ستقع أيضا في المستقبل أو في الماضي. سأقول كيف. العلماء اليوم يستطيعون التنبؤ بكسوف الشمس. طيب ما الذي حدث في الماضي؟ كان هذا ضربا من ضروب الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. الله تعالى سمح للعباد أو للبشر أن يصلوا إلى مجموعة من المعادلات الرقمية تتعلق بحجم الأرض وحجم الشمس وحجم القمر وسرعة كل منهما والمسافة بينهم والسرعة المدارية وغير ذلك من معادلات، مجموعة معادلات معقدة، يستطيعون من خلالها أن يقول لك في يوم كذا الساعة كذا سيحدث كسوف كلي، سيكون في منطقة كذا، في منطقة كذا سيكون كسوف جزئي بنسبة 50%، في منطقة كذا بنسبة. طيب ما الذي حدث؟ هي معادلات رقمية، هذه المعادلات الرقمية تقوم بها الروح، روح الإنسان. فعندما ينام الإنسان ما الذي يحدث؟ الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النفس تغادر، ما الذي يبقى في الإنسان؟ تبقى الروح.
موجودة، لا تغادر إلا في لحظة الموت. هذه الروح لديها حسابات الله، لأن الله سماها أمر الله. أمر الله ما معنى أمر الله؟ قضاء. أمر الله يعني قضاء وعلم، فيه علم وفيه علم الغيب أيضا. هذه الروح تستطيع بأمر الله تعالى وبحكمة من الله ولحكمة يعلمها الله أن تقوم بحسابات معينة، فتعرف أنه بعد 20 سنة سيصبح مثلا سيدنا يوسف ملكا لمصر. فتقوم هذه الروح بحساب هذه المعادلات، ونوع من الانعكاس في الدماغ، تحدث انعكاسات في الدماغ في خلايا الدماغ، ولكن بما أن الدماغ لا يستطيع أن يتخيل ويتصور ويقوم بهذه الحسابات، تستخدم الروح لغة الرموز، فتعطيه رمز معين. يعني مثلا 11 كوكب هم الإخوة، ولكن وضعت رقم 11. رقم 11 هنا أشار إلى عدد الإخوة. الشمس والقمر أشار إلى الأب والأم. هنا هذا العلم لا يمكن أن يصل له العلماء مهما حاولوا، لأنه علم يتعلق بأمر الله تعالى. لذلك أنا أقول كل إنسان لديه شيء من علم تأويل الرؤى والأحلام والأحاديث، مثل الدكتور أشرف حفظه الله، هذا اختصاص واجتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى. هذا ليس كلامي، كلام الله عز وجل. عندما قال سيدنا يعقوب مخاطما ابنه، ماذا قال له؟ وكذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ويصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتأويل الأحاديث هو علم يمكن تدريسه كعلم، ولكن القدرة على التأويل هذه يجب أن يكون لديك اتصال روحي مع الخالق عز وجل، لأن روحك هي التي تعمل أثناء التفسير. يعني الدكتور